فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كسرت يدها وصلت شهرين وهي لا تمسح على الجبيرة، وعلمت اليوم، فهل تعيد الصلاة منذ شهرين أم أنها معذورة بالجهل؟ لا، ما هي معذورة، الطهارة ما يعذر فيها بالجهل، ما يسقط الواجب بالجهل، فلا بد أنها تعيد الصلاة، الله يعينها على هذا، لأنها ما كملت الطهارة. نعم، لماذا لم تسأل يا أخي؟ المشكلة أن الإنسان ما يسأل، عنده العلماء، عنده طلبة العلم، وعنده التلفون والجوال، ولا يسأل، هذه مشكلة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.